السلام عليكم. فضلا وليس أمرا، أدعوكم للاشتراك في القناة لدعمنا، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام. أولا، وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بتخفيض إجراءات الحجر الصحي وكذا فتح شواطئ وفضاءات الترفيه والتسلية في حال تحسن الحالة الوبائية في الجزائر، ونتيجة للتراجع اليومي في عدد إصابات اليومية، أعلنت الوزارة الأولى وبصفة رسمية تعديل مواقيت الحجر الصحي ليصبح من الساعة 10 ليلا إلى غاية الساعة 6 صباحا على الولايات المعنية بالحجر الصحي. كما قررت أيضا الوزارة الأولى وبصفة رسمية فتح الشواطئ وفضاءات التسلية والترفيه ابتداء من يوم غدا الأربعاء 25 من شهر أوت. والولايات المعنية بالحجر الصحي هي الولايات 40 الذي تم الإعلان عنها خلال القرار السابق للوزارة الأولى، وسيتم تعديل هذا القرار عند نهاية فترة التمديد وهو بالتاريخ 29 من شهر أوت، ومن خلاله سيتم رفع الحجر الصحي عن بعض الولايات. دمتم في رعاية الله وحفظه.